تكون معانا الأستاذة أحلام الأسمر، عضو المجلس القومي للمرأة. مساء الخير أستاذة أحلام. أهلا بالخير. ما حضرتك شفتي قرار وزير العدل إزاي؟ أنا اتفاجئت طبعا بيه زي ما كلنا اتفاجئنا كمصريين، يعني لأنه إحنا غالبا دايما ما بين ما يجب أن يصدر أو يقال أو بعض القوانين اللي بنتفاجئ بيها كلنا كمصريين، وفيما يخص المرأة اتفاجئنا كلنا كمصريين يعني بهذا عنصر القرار. المفاجأة عشان نكون محددين في الكلام، يعني كان في أي بند تحديدا أستاذة أحلام؟ يعني عنصر إيه المفاجأة السلبي في في إنه القرار؟ كان جواز، يعني أنا سامعة الأستاذة نهاد وهي بتقول إنه إحنا خلينا نبعد ما بين زواج القاصرات، وفعلا أيوه ده مفروض إن إحنا كمجتمع مدني إن إحنا نطرحه ويبقى في لغة مجتمعية موجودة تقول وتوضح. لكن النهارده إنه فجأة كده سمعنا إن في ممنوع الزواج فوق 25 سنة أو 25 سنة، انه يبقى فيه شهاده بمبلغ 50,000 جنيه، فكأن تحولت ده حضرتك الزواج في مصر. رفضتيه؟ ده انا رافضاه رفضاه، لسبب، تمام، لا اتفضل. انا رافضه الفكره دي ورافضه ان هو يكون بالطرح ده. يمكن بالقانون، استاذه نهاد طبعا هي يعني لو في متخصصه اسلوب وزير، مغاير لطريقه طرح القرار كان ممكن يعني يلاقي استاذه نهاد استجابه. احنا لغايه دلوقتي كمجلس ومنظمات مجتمع مدني كلها لغايه دلوقتي احنا بنوثق لسه الزواج المصريات من المصريين في بعض مناطق في سيناء ولاد جديد ومطروح، فاحنا لسه بنتكلم فيما يخص الشان الداخلي، يعني احنا بنتكلم في توثيق الزواج وزواج القاصرات من مصريين لمصريين. فلما بنطرح موضوع كبير زي زواج المصريه من غير من الاجنبي، ايا كان الاجنبي، لان احنا دايما يمكن اللغه العامه او العام عندنا لدى البسطاء انه الاجنبي هو من الدول الاوروبيه، فاحنا عايزين نقول الغير مصري. ويمكن الحاله، انا من سينا، حاله زواج المصريه من الغير مصري دي منتشره جدا في المناطق الحدوديه وبالذات من المصريه الفلسطيني، وبواجهه كان مشاكل كتيره، لكن مش مشاكل انه انا افرض المبلغ ده، لانه التلاعب في الزواج حتى ما بين المصريين بيحصل ايا كان السن. ده أسباب طلبك بالتراجع عن القرار، طلبك للوزير، الموجه للوزير. انه لازم يكون في دراسه جيده ومناقشه مجتمعيه وتوضيح الاسباب بشكل يلمس كثير من المصريات، دون ان هو اصدار من الاعلى الى الادنى، يعني من ان احنا بنتلقى بعض الصدمات واللي هي في شكل قرارات او في شكل قوانين. اعتقد ان احنا محتاجين طيب أستاذة أحلام، إذا مراجعه. كان في آراء يعني مختلفة وكلها بتصب في إنه القرار ده ممكن يكون بشكل كبير جدا حماية للفتاة وحق المرأة بشكل عام، يعني خلينا نقول انه زي ما احنا بنقول كده، بنقول ايه؟ بنقول ان ده بيحصل احيانا بين المصريه والمصري، يعني ما هي احيانا بيحصل مراوغه وفي تلاعب في الزواج بين المصريين نفسهم. اذا كان في بعض الاخطاء والاخطار اللي احنا، انا كمصر او مسؤول وزير عدل او ايا كان، ان انا عايزه اعمل للمراه المصريه والبنت المصريه حمايه، والقرار ده والقانون ده اللي بيطبق اللي احنا سمعنا عليه فجاه، سمعنا بيه فجاه النهارده، يمكن لو متخصصين هيكونوا يمكن زي ما قالت استاذه نهاد ده من سنه 93 وكان بيقول فوق ال 25 سنه. في جزء من كلام حضرتك يعني خاص بانه القرار جاء فجأة دون عرض القرار، دون طرح القرار لأخذ آراء من المختصين مثلا بشأن المرأة. ويتاخد ده رأي، صحيح؟ ويتاخد الرأي في ده، يعني انا طيب. انا مش باخد اي قانون بمنع عن المجتمع اللي انا عايش فيه، يعني ما هو القانون لازم يكون يعني منبثق من المكان اللي انا فيه، من الحالات اللي يعني مطروحه. ممكن لو كان الرأي اتاخد كان يبقى يعني في اختلاف في وجهة نظر حضرتك.